أمان وسلام. وعليه أستضيف مباشرة هنا بالاستوديو بعد عبد المجيد فادي الأسعى الخاصة الوزير الأول سليمان عثمان عبد القادر رئيس مكتب الحماية والأمن بالمصلحة الميدائية بالأمن العمومي بولاية تعز دمشنت. كذلك أسعد باستضافة الملازم الأول بهذه السلة أحمد طبعا من مكتب الإحصائيات المديرية للحماية المدنية عند دمشنت شكرا لكم. كذلك حضور طيب للسيدة سعدان خيرة رئيسة تغطية الجودة بمديرية التجارة ولاية عين دمشنت، أشكركم على تلبيتكم الدعوة. وطبعا بداية اليوم راح تكون فيها صدقات طبعا طيلة الأسبوع حتى للتوعية والتحسيس لكامل المواطنين والمواطنات، حتى نحتفل كما قلت في البداية بالمولد النبوي الشريف بأمين وأمان. طبعا كما قلت في البداية أن الظواهر السلبية ربما نشوفوها ككل سنة ظاهرة أقل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة الجهوية بالمناسبة أولا أهنئ الأسرة الإعلامية عامة والأسرة الإعلامية على مستوى جهوية مشاهدة في اليوم الوطني للصحافة في الوطن كل سنة. بالعودة إلى الموضوع قبل التطرق إلى المخاطر والمفرقعات والألعاب النارية المختلفة، أولا يجب أن نوه بمجهودات مختلف المصالح الأمنية في القطاع على هذه الظاهرة التي انتقلت من الظاهرة إلى الواقع. لماذا؟ لأن أصبح كل سنة نشوف كثير من الوفيات، جرحى، حتى أشخاص فقدوا حياتهم، فقدوا أعضاء جسدية. كما تعكر صفو الفرحة. الفرحة. يعني ومؤخرا في مطلع الأسبوع حجزت مصالح أمن لحمام جرحى حوالي 100 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات. يعني كانت معروضة في الطريق العام في طاولة لبيع النوع من الألعاب. يعني الشيء الذي ملاحظ أو السلبي هو أنه الشخص الذي هو قاصر من 20 سنة أو 13 سنة حين أجهز في حقه بحضور دائم لوليه إجراء قضائي. بالعودة إلى مخارج هذه الألعاب النارية، يعني إحنا ليس فقط في المولد النبوي.